السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة دائمين. معاكم دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة. يشرفنا ان اكون موجود معاكم على بوابة اخبار اليوم على مدار شهر رمضان الكريم، عشان نتكلم على عادات كتير غذائية بعضها صح وبعضها غلط. الحاجات الصح محتاجين ندعمها ونتكلم عليها اكتر بشكل علمي، والحاجات الغلط برضو بشكل علمي نعرف هي غلط ليه، عشان ما نعملهاش لا في رمضان ولا بعد رمضان. عاوزين نتكلم على موضوع مهم، المية. اتكلمنا عن المية كتير في غير رمضان، ومحتاجين نتكلم عليها اكتر في رمضان. 17 ساعة من غير مية تقريبا فترة الصيام، وللأسف من بعد ما بنفطر بننشغل بالأكل والعصاير والخشاف والحلويات، واللي بيشرب القهوة كتير واللي بيشرب الشاي كتير والناس ربنا يعافيها اللي بتدخن، كل ده بيكون تركيزنا عليه وبننسى خالص المية. بننسى ان المية الاصل بتاعنا في تكويننا، بننسى ان المية 70-80% من مكونات اجسامنا مية. بننسى ان انت عشان تخس كويس وتاخد نظام تغذية صحي يحافظ على صحتك وتخس بيه من غير مشاكل، محتاجين نشرب فيه مية كويس. خلينا مبدئيا انا محتاج اعرف انا احتياجاتي قد ايه من المية اليومية. بحسبة بسيطة جدا، وزن حضرتك اضربه في 0.3 او 30 ملي جرام او مية لكل 1 كيلو جرام. يعني بقى محتاج 30 ملي لتر، عفوا، كل كيلو من وزن حضرتك محتاج 30 ملي مية. يعني لو الوزن بتاعنا 100 كيلو يبقى انت محتاج 3 لتر مية في اليوم. الوزن بتاعي 70 كيلو يبقى انت محتاج 2 لتر و100 ملي مية في اليوم. يبقى معنى كلامي ان حضرتك بحسبة البسيطة دي تقدر تحدد احتياجاتك اليومية من المية. واللي احنا دايما بنقول ما ينفعش المية تقل عن 2 لتر في اليوم تقريبا، اللي هم 8 كوبايات. يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عشان نفهم احنا ليه محتاجين مية كويس، بغض النظر انها مهمة عشان المخ بتاعنا وعضلاتنا والقلب والكلى وصحة العظم وكل حاجة، بس خلينا في موضوع التغذية. فيتامينز كتير ما بتدوبش غير في وجود المية، منهم مثلا فيتامين بي كومبلكس بي 1 او 6 او 12. الفيتامينز دي لو ما فيش مية كفاية مش هتدوب، وبالتالي جسمك مش هيستفيد منها، وهتلاقي فيه مشاكل صحية مع الدايت، مش هتخس كويس، هتلاقي عضلاتك بتنزل. 40% من مكونات البروتين بتاع جسم حضرتك او العضلات مية، فلو ما شربتش مية كويس هتلاقي مع الدايت او انت لو بتلعب رياضة هتلاقي عضلاتك بتخس وتدخل في مشاكل صحية وترهلات، وتكون شكل جسمك اوحش بعد ما تخس للأسف، وتلاقي فيه شحوب واضح في الوجه نتيجة فقدان وضياع المية من جسمك عشان انت مش بتعوضها بشرب مية كويس. كمان المية بتساعد في طرد السموم وطرد الدهون من اجسامنا بعد عملية التفتيت، لان زي ما احنا عارفين ان الدهون بتخرج بعد كده في النفس بتاعنا او في التويلت اللي هو المية او جزء منها في العرق. يعني معنى كلامي نشرب مية كويس عشان صحتنا، عشان معدل حرق بتاعنا يشتغل كويس، وعشان الجسم يقدر يتخلص من السموم والدهون بعد ما يتم تفتيتها. ودمتم سالمين وبصحة وعافية.